أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بعد 12 سنة من النبوة، وفي ليلة 27 من رجب، وهو صلى الله عليه وسلم مضطجع في بيت أم هانئ، وإذا بالأمين جبريل ومعه ميكائيل وثالثهم إسرافيل في موكب رباني يلتمس الأمين بالأمين محمد صلى الله عليه وسلم وبرفق يوقظه ثم يهديه تحية الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كانت ليلة أسري بي وأنا بمكة بين النوم واليقظة جاءني جبريل فقال: يا محمد قم. فقمت فإذا جبريل ومعه ميكائيل، فقال جبريل لميكائيل: آتني بطست من ماء زمزم لكي أطهر له قلبه وأشرح له صدره. قال عليه الصلاة والسلام: فشق بطني وغسله 3 مرات، وقد أتى إليه ميكائيل في كل مرة بطست فشرح صدري ونزع ما كان فيه من غل وملأه حكمة وعلما وإيمانا، وختم كتفي بخاتم النبوة، ثم أخذ جبريل بيدي حتى انتهى إلى سقاية زمزم، فقال للملك: ائتني بذنوب من ماء زمزم أو من ماء الكوثر. وقال لي: توضأ. فتوضأت، ثم قال: انطلق يا محمد. فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى ربك ورب كل شيء. فأخذ بيدي وأخرجني من المسجد، فإذا أنا ببراق عليه رحل من رحال الجنة، وله جناحان في فخذيه يمر مثل البرق، خطوه عند منتهى طرفه. فقال: اركب، وهي دابة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي كان يزور عليها البيت الحرام. فركبته، ثم سار ومعه جبريل، فقال: انزل فصلي. فنزلت وصليت، فقال جبريل: أتدري أين صليت؟ قلت: لا. قال: صليت بطيبة، وإليها المهاجر إن شاء الله. ثم سرنا، ثم قال: انزل فصلي. فنزلت وصليت، فقال: أتدري أين صليت؟ قلت: لا. قال: صليت بطور سيناء حيث كلم الله موسى عليه الصلاة والسلام. ثم سرنا، قال: انزل فصلي. فنزلت وصليت، قال: أتدري أين صليت؟ فقلت: لا. قال: صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم مضينا حتى أتينا بيت المقدس، فلما انتهيت فإذا أنا بملائكة قد نزلوا من السماء وتلقوني بالبشارة والكرامة من عند الله، يقولون:
عليك يا أول يا آخر يا حاشر. قال: قلت يا جبريل، ما تحيتهم إياي؟ قال: إنك أول من تنشق عنه الأرض وعن أمتك، وأول شافع، وأول مشفع، وأنك آخر الأنبياء، وأن الحشر بك وبأمتك. ثم جاوزنا حتى انتهينا إلى باب المسجد، فأنزلني جبريل وربط البراق في الحلقة التي كانت تربطه الأنبياء فيها بخطام من حرير الجنة. فلما دخلت الباب إذا أنا بالأنبياء والمرسلين من لدن إدريس ونوح عليهما الصلاة والسلام إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، قد جمعهم الله عز وجل فسلموا علي وحيوني مثل تحية الملائكة. قلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: إخوتك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم أخذ جبريل بيدي فانطلق بي إلى الصخرة فصعد بي، قال: فإذا معراج إلى السماء لم أر مثله حسنا وجمالا، لم ينظر الناظرون إلى شيء قط أحسن منه، ومنه تعرج الملائكة، أصله صخرة بيت المقدس، ورأسه مطلق بالسماء، إحدى عارضتيه ياقوتة والأخرى زبرجدة، درجة من فضة ودرجة من زمرد، مكلل بالدر والياقوت، وهو المعراج الذي يهبط منه ملك الموت لقبض الأرواح. فإذا رأيتم ميتكم شخص ببصره فإنه تنقطع عنه المعرفة إذا عاينه لحسنه. فاحتملني جبريل عليه الصلاة والسلام حتى وضعني على جناحه، ثم ارتفع إلى سماء الدنيا من ذلك المعراج، فقرع الباب، فقيل: من ذا؟ فقال: أنا جبريل. فقيل: من معك؟ قال: محمد. ففتح الباب فدخلنا فيه، وبينما أنا أسير في سماء الدنيا إذ رأيت ديكا له ريش أبيض كأشد بياض، ما رأيت مثله قط، وله زغب أخضر تحت ريشه كأشد خضرة، ما رأيت مثلها قط، وإذا رجلاه في تخوم الأرض السفلى، ورأسه تحت العرش، وله جناحان في منكبيه، إذا نشرهما جاوز المشرق والمغرب، فإذا كان بعض الليل نشر جناحيه وخفق بهما وصرخ بالتسبيح لله عز وجل يقول: سبحان الملك القدوس الكبير المتعال، لا إله إلا الله الحي القيوم. فإذا فعل ذلك سبحت ديكة الأرض وخفقت بأجنحتها وأخذت بالصراخ، فإذا سكن ذلك الديك في السماء سكنت ديكة الأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلم أزل منذ رأيت ذلك الديك مشتاقا إلى أن أراه ثانيا. قال عليه الصلاة والسلام: ثم صعدنا واستفتحنا السماء الثانية فالثالثة إلى السابعة، وفي كل مرة يفتح لنا إلى أن كنا في السماء السابعة ودخلنا، فإذا أنا برجل أشمط جالسا على كرسي عند باب الجنة، وعنده قوم جلوس بيض الوجوه. الأشمط أي الذي ظهر في رأسه الشيب.
قلت: يا جبريل، من هذا الأشمط؟ ومن هؤلاء؟ وما هذه الأنهار؟ قال: هذا أبوك إبراهيم، أول من شمط على الأرض، وأما هؤلاء البيض الوجوه فقوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا إبراهيم مستندا إلى بيت. فقال جبريل: هذا البيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة، فإذا خرجوا لم يعودوا إليه. قال عليه الصلاة والسلام: فأتى بي جبريل إلى سدرة المنتهى، فإذا هي شجرة لها أوراق، الواحدة منها تغطي الدنيا بما فيها، وإذا نبقها مثل قلال هجر، يخرج من أصلها 4 أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان. فسألت جبريل فقال: أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم انتهيت إلى سدرة المنتهى وأنا أعرف ورقها وثمرها، فغشيها من نور الله، وغشيتها الملائكة كأنهم جراد من ذهب من خشية الله. فلما غشاها ما غشا تحولت حتى لا يستطيع أحد أن ينعتها. قال عليه الصلاة والسلام: فيها ملائكة لا يعلم عددهم، ومقام جبريل في وسطها. قال لي جبريل: تقدم. قلت: يا جبريل، تقدم أنت. قال: بل تقدم يا محمد، إنك أكرم على الله مني. فتقدمت وجبريل على أثري حتى انتهى بي إلى حجاب فراش الذهب، فحرك الحجاب، فقيل: من ذا؟ قال: أنا جبريل ومعي محمد. قال الملك: الله أكبر. فأخرج يده من تحت الحجاب فاحتملني، وتخلف جبريل. فقلت: إلى أين؟ فقال: يا محمد، وما منا إلا له مقام معلوم، إن هذا منتهى الخلائق، وإنما أذن لي في الدنو من الحجاب لإحترامك وإجلالك. فانطلق بالملك في أسرع من طرفة عين إلى حجاب اللؤلؤ، فحرك الحجاب. قال الملك: من وراء الحجاب؟ من هذا؟ قال: أنا صاحب فراش الذهب، وهذا محمد رسول العرب معي. قال الملك: الله أكبر. فأخرج يده من تحت الحجاب حتى وضعني بين يديه، فلم أزل كذلك من حجاب إلى حجاب إلى أن دلي لي رفرف أخضر ضوءه كضوء الشمس، فالتمع بصري ووضعت على ذلك الرفرف، ثم احتملني. فلما رأيت العرش وجدته أوسع من كل شيء، فقربني عز وجل إلى مسند العرش، ونزلت قطرة من العرش فوقعت على لساني، فما ذاق الذائقون أحلى منها. فأنبأني الله عز وجل نبأ الأولين ونبأ الآخرين، وأطلق لساني بعد كلاله من هيبة الله، فقلت:
التحيات لله والصلوات الطيبات. فقال الله عز وجل ثناؤه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فقلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فقال لي ربي عز وجل: يا محمد، اتخذتك حبيبا كما اتخذت إبراهيم خليلا، وكلمتك كما كلمت موسى تكليما، وجعلت أمتك خير أمة أخرجت للناس، وجعلتهم أمة وسطا، وجعلتهم الأولين والآخرين، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ثم أفضى إلي أمورا لم يؤذن لي أن أخبركم، وفرضت علي وعلى أمتي في كل يوم 50 صلاة. فلما عهد إلي بعهده وتركني ما شاء الله، قال لي: ارجع إلى أمتك وبلغهم عني. فحملني الرفرف الذي كنت عليه، ولم يزل يخفضني ويرفعني حتى أهوى بي إلى سدرة المنتهى، فإذا أنا بجبريل أبصره بقلبي كما أبصره بعيني. فقال: حياك الله بما لم يحي أحدا من خلقه، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وقد بلغك مقاما لم يصل إليه أحد من أهل السماوات والأرض، فهنيئا لك بما حياك الله من المنزلة الرفيعة والكرامة الفائقة، فخذ بشكره، فإن الله منعم يحب الشاكرين. فحمدت الله على ذلك. ثم قال جبريل عليه الصلاة والسلام: انطلق يا محمد إلى الجنة حتى أريك ما لك فيها، حتى تزداد بذلك في الدنيا زهادة إلى زهادتك، وفي الآخرة رغبة إلى رغبتك. فجزنا حتى وصلنا بإذن الله تعالى، فما ترك فيها مكانا إلا رأيته وأخبرني عنه، فرأيت القصور من الدر والياقوت والزبرجد، ورأيت الأشجار من الذهب الأحمر، ورأيت في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فتعاظمني الذي رأيت وقلت: لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم عرضت علي النار حتى نظرت إلى أغلالها وسلاسلها، ورأيت نساء باكيات محزونات ينادين فلا يجب، ويتضرعن فلا يرحم. فقلت: من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال: هؤلاء اللواتي يتزينن لغير أزواجهن. ورأيت نساء وعليهن سراويل من قطران، وفي أعناقهن السلاسل والأغلال. فقلت: من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال: هؤلاء المستخفات بأزواجهن،
التي تقول لزوجها: ما أشنع وجهك، وما أقبح شكلك، وما أنتن ريحك، ألم تعلم أن الذي خلقها وخلقه هو إله واحد؟ ورأيت نساء قد احترقت وجوههن وألسنتهن سائلات على صدورهن، فقلت: من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال: هؤلاء اللواتي يقلن لأزواجهن: طلقني من غير سبب. ورأيت نساء معلقات من شعورهن، ويغلي دماغ رؤوسهن كغليان القدور، فقلت: من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال: هؤلاء كن لا يغطين شعورهن من الرجال الأجانب. ورأيت نساء معلقات بشعورهن ومكلبات بأبزازهن بكلاليب من نار، فقلت: من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال: هؤلاء كن يرضعن أولاد الناس بغير إذن أزواجهن.